السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بولو ثلاثة سيمي انجكسيون، جابها لي مولاها ريموركاج، جابها لي داخلة بعضها وما تخدمش وحالتها حالة. أنا توا صلحناها ورجعناها وحضرناها وباش نخدموا ونشوفوا. خدم يا عمر. نشوفوها ما شاء الله، هاي تخدم على الشعرة يعني. طبعا تو باش نشرح لكم على الحاجات اللي كانت فيها والشيء الحاجات اللي بدلناهم له باش تفهموا الموضوع. الفكره يعني في تتبعة المشكل، يعني الانسان وقت يجي يتبع المشكل، يتبع ديفو معينه او يتبع مشكله معينه في السياره، لازم يبداها من الاول، من 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 كل شيء، من كل شيء يعطيه اهميه. كان خيط، كان تضيع ماء، كان تنفيس هواء، كان بولون فوري يعني ما يكبسش، كان ديكو مش مريقل، كل هذا كله يتبع حاجه حاجه باش ينجم يوصل بعد يخدم السياره ويشوف يتبع. خاطر اذا كان طول يجي يحط كرباتير وما تمشيش معاه، احتمال عندك هواء بريزدير، احتمال عندك تضيع متاع كهرباء في مكان معين. هذه الحالات كلها هذه كلها مهمة، راي اللي ما يعرفش يتبع راه ما يعرفش يصلح. هذوما الحالات اللي بدلناهم له، هذه الكرباتير بدلناه، هذه المونشون تاع البوات فيها الوحدة نتاعها مكسرة اللي هي البلدان نتاعها مكسرة بدلناها له، المونشون تاع كاردون هذا كيف كيف بدلناها له، يعني البيتين تاع لومبريز هذا كيف كيف بدلناها له، الخيوط نتاع البوجي، فما ديريتات نتاع ماء وديريتات نتاع ايسونس، كل هذوما بدلناهم، هذوما كلهم بدلناهم يعني باش ولت سيارة ولت عنده زاد بولونات نتاع كرباتير كلهم فوريين، خدمهم التورنير في مكانهم، وزدنا احنا خدمنا لهم بدلنا لهم بولونات من عندنا. هذا من الحاجات اللي بدلناهم في السيارة. طبعا هو جابها البواتا فيتاس من ناحية والدنيا كلها محلوله والبراويل من ناحيه كيف كيف، والكاردونات تكسروا من الدزان تكسروا، يعني حتى حاجه يعني ما قلناش عليها للكليون ساعات ما نجموش نكملوا الخدمه الا ما نصلحوها، من يعني من امور الحاجات هذه اللي هي باهيه فيا وخايبه ساعات، نثقل على الانسان يعني مصروفه بزايد لكن يرتاح فرد مره. تو كيما هذا الكاردونات الاثنين صلحناهم، الكاردونات الاثنين صلحناهم رجعناهم له جدد يعني، وراكبين ممتازين ما فيهم حتى شيء يعني، بسفلياتهم بقراسهم بشحمهم كلهم وركبناهم وكبسناهم يعني بطريقه منها. هنا زاد عنده الديريتات نتاع عنده الديريتات نتاع الزيت نتاع كريمير، كانوا يمسوا بلاصقين، حاولنا نبعدهم ماكسيموم لان مش نتاعها، لان يعني حاولنا نعلقوهم لان ملفخين تلفيق تماما، ويرد باله منهم ساعتي من تحريك الموتور يتكسر ولا حاجه يرد باله، احنا حاولنا نبعدهم اكثر شيء ممكن يعني كيف كيف سلكناهم ركبناهم ونزاد كيف كيف، وصلحنا الامور نتاع الماء كلها اللي كانت تقطر، كلها رجعناها له باش ما عادش تقطر، وبدلنا البراويل نتاع البوات، وتوا باش نكملوا نصبوا له زيت للعلبة السرعة على البوات، ونصبوا له الماء ونصبوا له زيت اللاسيستي ونجربوا. تفريغ الزيت نتاع البوات البولو
بولو فوكس ولا بولو آه ولا دو ولا تروا ولا كات، كلهم في نفس الاتجاه تحت الكاردون، هذه تفريغ زيت البوات. العلب السرعة على زيت البوات لازم يكون 75-80، أكثر منه لا، 90-80 لا معاش يمشي مع البواتة، لازم تصب لها أقل لكن أكثر لا. يعني كل علبة سرعة الأغلبية ما أكثرش من 2 لتر وربع 2 لتر ماكسيموم بالنسبة للسيارات البيجو والرينو. هذا زيت الأساسي يعني زيت الدريكسيون يسموه ATF، هذا يمشي علبة سرعة أوتوماتيك بوات أوتوماتيك يمشي دريكسيون أساسي ATF، هذا ATF زيت الأحمر يسموه. طبعا ديما قبل ما نصبوا الزيت الجديد على الاقل نفرغوا القديم، حلوا من هنا نفرغوا القديم، هذا اللي تشوفوه القديم فرغناه باش نعملوا حاجه نظيفه، نعملوا حاجه نظيفه. شوفوها ما شاء الله هاي تخدم عشاره ثاني، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.